السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على الآذن آذ ما توصل عني بقول خيو بقول رمضان تبارك إذا توصل عني عافية عافية ما توصل عني وعافية سمونا سنين إنت أكبادي وحن كل هاي بريهن وكل سعني آذ بعد بشر رمضان الشقيسي آذ بعد ذا الشيء آذ بعنا أمد الصومالية وها لنتهي وريه كل مدينة مشيرو ورانا كوشة لني ما حد نوصل عنتي ولا الكي وحكاد لها بل وحير فحن قرن خلا وضوضاء قرن صبالة الله يو فحن قرن صمالة لا بجر تأيري صمالية وحن وحوي ذاك دفك وليتي ووضق الصناء وهو يعني صمالة كي يخصون السي وحلق حش هذا أيا السبب كنت بلا قرن خضار ملاينا مسكح ذاك ذاك أنا مسكح ذا اللي قوي يرى لغبابر ملاينا مرخ ضد مسكح ذا اللي قوي يرى كلمات بيجروا مسكح ذا كورتي خير الله خصيح بدل ما ضيفتي بسي عاد بناكو وحرنا هاي عاد بناكو وصل عبر بشر رمضان وحسوي حق دل يا وحمد وطا مرخا وح ومد الله صلى الله صلى الله صلى قاوة اما دي لهري ما دماه مرخا ورابك عاد بناكو سلام يا انت صومالي ايه قارسي وحسوي نو البوحي يا هرتوي هاي مسكح هذا نوح عليك كرتاي وحن ومبه هن ما نربنا سلاش اللي كوي من الأولياء الرباع وفي بالعقل لك حيس كرا لك حيس تدي أدبنا كل سلام يا كرترو مركا وح قري قد فكرني كي وطاي سين وهل جوبي أدبنا كل سلام يا هذا نو يا تام هذا نو تام شرف له وتام ملك هالي يسلاير ملك بررتي mid dakhla Soomaaliye waxaanu sheegayaa waxa jira dad inda ku garaabayaala waxa weey odayro meel ka hadlay iyo islaayro meel ka bararatay iyo islaayro meel ka qayb qeyliday umad ma matasho waxa weey umadu waa kamug weyntahay waan kamug balaaranahay gaar ahaan hadii aan ka hadlo gobolkayga awdal waxa jirta bir iyo bad iyo dhul inta uu ka xinaa awl waxa kaliya Soomaali dhex joogna waxa ahayd in Soomaali ka iibinayna aqoonta erbaheed jaamacadda sharafta leh jaamacad in laga dhiiqeyo oo lagu tala galay marka waxaan waa xaar oo qori dable oo madal la dhex wareegayo oo xidii dhaqaale laga tirtiri karo laga tirtiri karo indhi magac laga tirtiri karo laga tirtiro marka waxa qoriga dab kale ninkii wataa isin guu hadhow gubi aad ba ku salaamay aadana ya بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعا لدى ادون كمال والبو اد كجوكتان كسو دوادة ورباهين تكوبها وده ساوثن ميديا كوبرايشن وحان اذن الله انها جمعوان اكسن الهي هاي نقا اقبلو واسكو مقانتا هاي عوان كين وكاس وحان كوار مر ايال لكين ادك مدى افقوية قبل كشب الله هو سئ ميلان وحال لقوية buundooyinkii ama doomihii isaga kala gooshay sida xaafadaha ilaa maadaama wabi uu maro dhagax tuur iyo halka loo yaqaan raqayle waxaa la gooyay sida xaafadaha baalguri iyo xaafada loo yaqaan doomaalay doomihii isaga kala gooshay waxa weeye waxaa gooyay mahad salaad iyo reerkiisi oo tuuta dawladda nisawata مرنا lagu sheegayo inay al shabaab yihiin sababta loo gooyay oo dadka muslimiinta ah loo dhibaayo waxa weeye in ciidanka Mainland iyo maamulka Mainland ay soo socdaan maadaama ay soo socdaan macnaheedu laga sii hortago meelo ay ka soo gudbaan si ay aanay u helin laakiin umalayn maayo dadka dhulka u dhashay ee meeshaasi ku soo wajahan in doon meel laga gooyay uu celin doono حالي طولي هوتيل كلو يقان الدكيل اي كو يالا مغالا دا مقدشو شر ايا كدعي ماشا سي وحا كو شري قول ايها لو يقان الدم الجديد تهبر قدر تاه ويس ورايستين وحاي دهين سيدابا يكون لعضي انت لي يشب او قد شي ريون ميلان لو مغا عابو تليها اسلوب تفدرال كصوماليات isagoo waliba nabad iyo nolol ku ugu waayna ka tirsan arintaas waxay noqotay in aadan madoobe telefoon ay kula hadlaan jawaab la waayo faarax abdu qadir
معني سجن حسن الشيخ محمود معني وكتشوابه ويرادو ويشقين ويدي قف كلا إنا ماشي جينو واحد جري رك حتى قاركود جريك كريستي بروفيا قطي وطليها أسلوبته إن لهم جعاب يسود ياريني وأيكلوتين دم الجديد دلجر دم الجديد for example وحي وتين فارح عبد القادر نبو وتي ووسيرك وحبرشدة سيدو كلا ما هتصلات نبو وتي دم الجديد معني يدي أحرك لا يصدق وتين دلجر نقفي وتي فقي يتيم كاسي وحي أردن وحوي بل عم باعوري بين نقطي حسن شيخ محمود وكوك عن صيري حتى خميستي لصور دافي ترهد نصور دافتي ما تيكو الرئيسي إلا مقع عبال الربي قولها وصيرة واريكو أيا الله مري إن معنيه مهد أن الله مقع عابين تلي يشب إن الله مقع عابين واتيت ديب أي أدعضي وماشا سحتاء أي فرقليين لكن الشلي أو قميصة هيد لما قعابي أو وحوي قولها وصيرة أردن رئيس لصور صاري marka horta ma arkaysay xalay toole sababta ay ku dhici karto in talyashub loo magacaabo doodaas ayaa dakeyl ka taagnay laakiin waxba laga ma qaban karo raisul wasaaraha Soomaaliya Hamse Cabdi Barre iyo raisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saalax labadasi way isku dhaceen sida baraha bulshada aad ka arkayseen markay isku dhaceen horta isku dhacoodu wuxuu ka yimaaday رئيس الوزراء كحجينك أو ولا شيء ساق أي وحو يري صل إيه سناك سومال لام بيكمديهين أرن كاسو حاكا عراضي رئيس الوزراء حمسة عبد بره واريكو ووعي والله كل مي وحو كيري إن السيدة تراديد سو خلط كجماعة هن هذا معني أه رئيس الوزراء كحجينك دماء فدرالك سوماليات مركزها مركز صالح إسقنا وحو كيري صاحب دار الدمام يا كسوق عادي قبيل ما كسوق عادي إنها سمرك إسلا جارين وحوي يكوي لسعودي صالح وحيدان رئيس الوزراء خديتان كيسام قيب كرناه استوقنا واريكو لبان ماذا مارك إسسال يكسر جد السنة والدارات كوحيدان مايا أننا جنا صالح نريدنا مارك سيدا سأي يسوقو قترمين ويسكون مشغول سيئين لكن وحي إساقها خديتان كواريكو أيها هذا كسوة ضبيرين إيوغنا واريكو خديتان كيسي صدن إيساقال حلدبان أيها كردين نايد حليتو للليسك أو كليا انتك لإلهي نيروبي واليسوكو صحابر وعضي حكومة ديسي إن لدهاديو إساقنا وحي الدونية إن أكاقبت بادو مارك إيسي إسكوشان دين لبي الله باعتنك مارك إيطاي بشر رمضان أيو الدونية إنه سعودي قاعدو أو سقى إسكوشان دين سمي سيساسو أوبت بادي كرو لكن مؤقي قديجة محمد ديري يدونا ما دام حكومة دا إسكوشان دين أما لهذا أيو وحي دياري نيسا موشين كي سعدية حاجي سمطر ماشا لقاك ساري لها سي هدية حبينتا قولها وسيرة دا إكاتر سنتا أي ويدو قدومي كحيجين كبارلمانكا كوبات أي أطرتنته كرسي قاسنا أي وقوف ريسته قديجو يدنا وحي كجرتا كركرينتا موشنكا سعدية قرطة سيدة أصلا اللي يسوق مقيهي حسن شيخ محمود إساقنا وحي يكون مقيهي هذا المذوبي إن أم موشنكو حضو وماشا كتوران تريو وكتورو كرنا وحشيسة لقيهي سببت محيطهي حسن شيخ محمود وحي الدونية aadan madoobe gogoshii magaalada baydhabo xasan isagoo raba inuu farafareeyo boos uga banaanaan waayay oo beesha caalamku waxay dhaaday haddii ninkii deegaanka ka soo jeeday masuulkii ugu sareeyay ee dalka ee labaad ayaa baydhabo fadhiye maxaa xasan oo macnaheedu adiga ma lagu baahna lacagtii qandaraaska lafta gareen iyo aadan madoobe damsiyay من لدي ديجل إمريف لأن في شيء حسن شيخ محمود يتيم كيس ماشوا ويكون جبين ستة سنة أودعين مي أيو الدنيا حسن شيخ محمود إنه موشن كحدو هذا المذوب وصفه ضد أكتر عن طريقه صوتنا بحوي دار الشذا أبدع سيس لفت جرين سدح بلاد مركي كني منطقي هذا المذوب وهو كده جدا أنا بيدبو باش عالم كنا سجاي آمنتي بيدبو مركو كده هذو دي إنترناشنال كوميونيتي وحولي دونا هذا الشلي جوجشان أنا جا معنى مرضي جاي
gadaashay maxabad baa dhacday soo nabad macnaheeda sanad lagu ma dhameysan ha haddana doorashadii aan dhameystirayno ah masuulka ugu sareeyay dalka labaad deegaankana ka soo jeeda lafta gareen macnaheeda orod buu ku soo noqon ilaa aadan iyo lafta gareen baa isku xidhan inahaasi hadaa fahamtay si taas macnaheeda xasan boos uma furna xasan sheekh maxamuud wuxuu doonayaa isaga nafsadiisa inuu faragelintoos ku sameeyo meesha macnihii uu baroosin ka dhigto oon ku cibaadaysanaa uu yiraahdo uu wax qaso wuxuu rabana ma arkaysa meesha uu ka soo saadho oo lafta gareen meesha uu ka saaro sidaasuu qorshaynayaa lafta gareen oon la saarin ilaan way ku adkaanaysaa qoorqoor iyo guudlaawo uu rabo inuu macnihii ka tuuro meesha macnihii koow horta macnihi waa in masxagee laga dilaa madaxa marka xasan sheekh maxamuud macnihii ciyaartaasuu dheelayaa laakiin way adkaanaysaa oo macnihii filinkaasi inuu u shaqaynayo uma eka hadda arintaas xasan sheekh way u qarsanayd balse laakiin annaga ayaa qarxinay raallahow halo maya maya weligay lacag uma dirin laakiin salaada cadow haa contan lambarka macnihii lambarka fairy life aan ku jiraaya isku soo wada duub aadan madooba ma oga laakiin xasan sheekh maxamuud jookadaasuu dheelayaa dhanka kalena heshiisaanu nahay aadanoo mooshinada iga ilaali ma arkaysa macnihii waa wada shaqaynaynaa sidaasaa meesha taalla xasan sheekh maxamuud laakiin gacantiisu isku gowracay markuu saxiixay isagoo masar heshiis la galay in ciidamada etoobiya oo mandate amisom aan ku joogin waqtigay galayaan iyo waqtigay baxayaan dalka aan la ogeyn markuu qalinka ku duugay isagana shaqo aan ku lahayn oo lafta gareen iyo abi ay maamulayaan markaasi ayuu midi ismariyey waana halka loogu dhammayn doono xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa gebi ahaanba horta macnihii isku maqnaanshaha jira waa kaasi villa soomaaliya ayaan u soo noqonaynaa villa soomaaliya maanta kulan baa ka dhacay waxaa shiray madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud taliyaha ciidamada asluubta federaalka soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan taliya shub wasiirka diinta federaalka soomaaliyeed sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur guddoonkii u tartamay baarlamaanka federaalka soomaaliyeed xasan cabdinuur oo isagu ahaa wasiirka tamarta federaalka soomaaliyeed iyo guddoonka baarlamaanka soomaaliya hadda jooga mudane aadan madoobe raggaasi ayaa ku shiray xarunta villa soomaaliya waana laga saaray cabduqaadir nuur jaamac shirka oo ah wasiirka gaashaandhigga federaalka soomaaliyeed maxay ka wada hadleen horta ninka alcadaala laleeyahay iyo ninka laleeyahay mahad salaad xaardhiig ayaa ku dhacay xalay ilaa hadda macnihii way shubmayaan markii la magacaabay taliya shub waxaa weeye xaardhiigaa ku dhacay ninka laleeyahay fiqi oo cabdalla sacad ah wasiirka arrimaha gudaha ku magacaaban waxa uu la kulmay isaguna maantay maxamed aadan farkeeti oo ahaa ninkii u tartamayay lixda gobol inuu madaxweyne ka noqdo bay dhabana rabay in ay hawiyaha geystaan iyo wakiilka shariif xasan shariif xasan oo hadda sacuudi arabiya ku sugan ayuu la kulmay wuxuu ku yidhi fiqi saaxiibayaalow meeshaan waxaa soo galay taliya shub baa soo galay waxba gacanta nooguma jiro waxna ma ka qaban karno waxna ma qaban karno annaga waan jabnay marka heshiiskii awal aan galnay yaa iyo lacagihii aan kala qaadanay xaladhalay aan ka noqonno xala caleyg wax jiraa ma jiro meeshaan annagu ma arkayse wax aan qaban karno haba yaraatee male qof walba meeshii uu barkintiisa dhigan karo ha dhigto fiqi saasuu yidhi meesha beese in la kala cunayna dabcan waad u jeeddaa horta nimankii saasay ku wada hadleen salaan iyo kala tagaay sidaasay ku kala tageen waxaa kuu soo haray marka kulanka hadda aan kuu sheegayo villa soomaaliya ninka laleeyahay mukhtaar roobow cali abu mansuur hadal uusan hadlin ayuu hadlay maanta mukhtaar afka ayuu furtay afka ayuu furtay shirka aniga beenka ma sheegayo soon waay
إلا نيو نيكا يكا لويستي هاوين نيكا إلا يكا لويستي مختار روبو مختار روبو مانتو هو اسكسو جري استغو معني فرحادة كمو قتل يابايو أنيكا نيكا يوارديين أي حدو يمادي وطليشو إتكلو يوارديين إيسا وبني آدنا مجرتو أسكرت إساقا إيسو قرأي أسكرتو إيكنا إيوارديين أي بل تالي يشوب إيانيك إسكو ميلان دقينا ماشو إدجي أيان دقي إساقا إيوارديين أي ماانتي وحيا وبدان أو قرصونا مختار أو قرقرين جري دبولكو كسي داي وحو يري حدان حد لكرابة واريكو وحو يري مركي تالي يشوب قلاهو سيرادة عدك اللوقة ذا لنهاي مختار روبو dadku markay hal hal gacan taageen muqtar labu taagaa leeyay labu taagay buu yiri labo ninkan sidoo u rabay talyashub in meesha la keeno sida awgeed markaa waxaan meesha ka cadaatay in muqtar roobo cali abu mansuur macni naftiisa u baqayay yaka lagu haystay rabinaato u ahaa maantana farxadii ka soo gooday ilaahay oga markay la hor fadhiya xasan sheekh iyo talyashub wixii awood oo ilaahayd maylan oo military iyo howlgalka labaad face-ka labaad dawladda federaalka ay ku lahaayeen taliyashub baa gacanta loo geliyay 12 baabuur 8 abdibile ay yihiin laba suugag ah iyo laba baabuur oo waaweyn iyo rasaas laba diyaaradood ah taliyashub ayaa gacanta loo geliyay isaga loo dhiibay dawladda federaalka wax